رغم تعبير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن نيتها إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وتصويت نواب المملكة المتحدة لصالح تعديل أحكام شبكة الأمان التي وضعت لتفادي إقامة حدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، فقد عرض قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب الحكومة البريطانية إعادة التفاوض حول اتفاق خروج المملكة المتحدة المقرر في 29 من مارس القادم. اتفاق البريكسيت ما يزال أفضل طريقة لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وشبكة الأمان جزء من اتفاق الانسحاب، والاتفاق ليس مفتوحا لإعادة التفاوض. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن اتفاق الانسحاب هو أفضل ما يمكن وأنه غير قابل للتفاوض، داعيا الحكومة البريطانية إلى أن تعرض على كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه الخطوات التالية التي من شأنها الحؤول دون الخروج بدون اتفاق، وهو ما لا يريده أحد، يقول الرئيس الفرنسي. وكان النواب البريطانيون قد صوتوا على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكسيت الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بوند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.